أهلا بكم مشاهدينا، نتحدث عن افتتاح السوق وينضم معنا هاتفيا محلل الأسواق المالية الأستاذ عبد الله الجبلي. صباح الخير. أهلا وسهلا بك، صبح عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. حياك الله أستاذ عبد الله. عندما نتحدث عن إغلاق السوق في ختام جلسات عام 2018، اختتم هذه الجلسات في المنطقة الخضراء عند 7827 نقطة، كيف تعلق على أداء مؤشر تاسي بالأمس مقارنة بافتتاحات المؤشر في جلسة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان الأداء إيجابي للعام 2008 إجمالا من حيث القيمة السعرية وأيضا من حيث سيولة التداولات. حقق تاسي تقريبا مكاسب في 2018 بنحو 5%. ارتفعت التداولات بشكل ملحوظ. أيضا لم يصل المؤشر العام في 2018 كاملا إلى قاع 2017، بل بالعكس حقق قمة أعلى من قمة 2017. كل هذه المؤشرات الفنية هي مؤشرات إيجابية الحقيقة، وتوحي بأن إن شاء الله 2019 سوف يكون استمرار للأداء الإيجابي لعام 2018. لكن الحقيقة في هناك تحديات لا يمكن إغفالها، الأهم هو الأسعار المنخفضة للنفط، رغم ما يعني القرارات التي قامت بها مجموعة أوبك بلس لتحسين الأسعار، لكن حتى الآن لم نرى يعني نتائج لهذه القرارات. نعم، الارتفاعات الطفيفة خلال الجلسات الماضية مع تراجعات لقيم التداول، بماذا يفسر ذلك برأيك؟ هل يلمح لتصحيح قوي أم لا؟ عادة أختي الكريمة، الارتفاعات مع سيولة ضعيفة هو أمر أو إشارة ليست جيدة، ولذلك يعني ممكن أن يكون في هناك نوع من التصحيح. لكن لما ننظر الى الصوره بشكل يعني اكبر، نجد ان لا تراجع للسوق ما دام ثابت فوق 7600 نقطه. هذه المنطقه هي منطقه اختبرها السوق خلال الفتره القليله الماضيه ونجح في الثبات فوقها. يحتاج السوق الان للذهاب فوق 8000 نقطه، يحتاج الى سيول أعلى من المتوسطات الحقيقة الضعيفة جدا خلال الفترة الماضية، حتى إن شاء الله يواصل السوق إلى مستوى 8300 نقطة وربما 8500 نقطة. نعم، إذا ما تحدثنا أيضا عن أداء القطاعات خلال عام 2018، جاءت مكاسب السوق بدعم مباشر من 7 قطاعات، نذكر من هذه القطاعات بصدارة قطاع الإعلام بأكثر من 31%، تلاه قطاع البنوك، ومن ثم قطاع الاتصالات، وبالأخير كانت نسبة قطاع المواد الأساسية. حدثنا أو تعليقك على أداء هذه القطاعات خلال عام 2018 بشكل عام. طبعا الأهم حاليا هو في قطاع كما تفضلت قطاع البنوك وقطاع الاتصالات. الحقيقة كان أداء قطاع البنوك أداء ممتاز جدا خلال 2018، وهذا يعزى إلى الأرباح الاستثنائية الربعية التي أعلنت خلال الأربع الماضية خلال هذا العام، ولذلك انعكس هذا الأمر بشكل إيجابي. أيضا القرارات الكثيرة التي اتخذت تشغيليا داخل البنوك وتقليص بعض الأنشطة والتوسع في أنشطة أخرى وتقليل المصاريف، كل هذه انعكست إيجابا على النتائج وبالتالي انعكست على الأسعار. نعم. بالنسبة لقطاع الاتصالات، كان شركة STC تغرد يعني خارج السر، كان أدائها استثنائي جدا وكان أدائها إيجابي جدا. يبدو أن تغير الإدارات يعني على الشركة أثمر بشكل إيجابي، ولذلك وصل السهم إلى معدلات سعرية عالية جدا خلال الفترة الماضية. لكن تبقى بقية الشركات الحقيقة تعاني في ظل هذا القطاع عالي التنافسية وشديد التنافسية، ولذلك يعني أنا أعتقد أن زين وموبايلي تحتاج إلى وقت ربما لا نشهد حتى هذا العام يعني تحسن كبير في الأداء التشغيلي. نعم، في ذات السياق وبالحديث أيضا عن أداء القطاع البنكي، كيف ترى الأثر المنعكس على أداء القطاع من تأثير خبر اندماج بنكي الأهلي والرياض؟ طبعا أنا أختي الكريمة فهمت من هذه الاندماجات، خاصة اندماج بنك الأهلي والرياض، أن في هناك نية لمؤسسة النقد
لخلق كيانات كبيرة في القطاع المالي ولإفساح المجال في هذا السوق أمام دخول العديد من المصارف بشكل أكبر. طبعا إذا دخلت بعض المصارف الكبيرة ممكن أن يعني البنوك السعودية تواجه صعوبة في تنافسية هذه القطاعات، ولذلك بدأت بالاندماجات حتى ترتفع قدرتها الإقراضية وترتفع قدرتها على المنافسة. ولذلك يعني هذا ما فهمته من يعني قرارات الاندماج خاصة بنك الأهلي والرياض. بنك ساب والبنك الأول كان يعني موضوع مختلف قليلا. نعم. في هناك خروج للمستثمر الأجنبي في كل بنك، ولذلك يعني كان في هناك فراغ في البنكين ونظرا لأن أحجامهما متقاربة، لذلك يعني كان الاندماج هو الخيار الأفضل. ممتاز، حدثنا عن قراءتك لأداء السوق الموازية نمو خلال عام 2018. والله أنا أعتقد أن حان الوقت لهيئة سوق المال أن تعيد النظر في يعني التشريعات الخاصة بهذا السوق. سوق النمو أطلق في فبراير العام 2017، يعني باقي له يعني فترة قليلة ويكمل عامين. أنا أعتقد أن لابد أن يعاد النظر في سوق النمو. لا تزال قيم ضعيفة، بعض الأيام نشهد سيولة 300 ألف ريال لكامل السوق، وهذا يعني شيء دليل أنه لم يحقق لا هدف الشركة من الإدراج ولا هدف المستثمر من وضع أمواله في الشركة. نعم. ولذلك أنا أعتبره يعني غير جاذب حاليا للمستثمرين، وأيضا قد يكون غير جاذب للشركات بالطرح. محلل الأسواق المالية الأستاذ عبد الله الجبلي، شكرا جزيلا لك.